معكم بثالث حلقة إلي مع رمضانيات فتافيت. اليوم بدنا نحكي عن موضوع السحور وحاعطيكم وصفتين كتير سهلين تقدروا تطبقوهم بالبيت. ما حدا مركز معي. هذا كله حيطلع على فتافيت ديجيتال. هاي هما. هاي جود. هاي دريل. شوف سلام. يا هلا. لو ما بتعرفوها لازم تعرفوها من بيت مريم. حبيبتي أهلا وسهلا فيكي. شو عاداتك للسحور؟ شو بتعملي بالعادة؟ يوجوالي مننام زي أهل بلادنا ومنصحى على قبل الأذان بشوي ومنركض منحضر. شو بتاكلي؟ جبنة ولبنة وحواضر بيت وأهم إشي صحن القمر الدين. أوه. هذا لازم يكون عن جد. أنت ما بتخيل الوجود. إذا ما في صحن قمر الدين معناته السحور باطل. على طول بحاول باكل شيء خفيف. أوكي. يعني يكون شيء مليان مي مثلا مثل بطيخ هيك قصص. شوية فواكه شوية ماي لبن it's very good. مع المي أو مع العصير بحط شيا سيدز. أوه. It keep you hydrated the whole day. كتير حلو. أسرق أكل المطبخ. أوكي. وأشيلها فوق الغرفة. أجلس في الشبرية وأطالع مسلسلات اللي فادتني وأكل وقت سحب وأتم وهي وأفتح الشباك عشان عادي إني أتم أكل لين الأذان ما ينسمع. شو عاداتك انت وقت السحور؟ اذا كان الفطور خفيف لازم يكون وراء سحور دسم، واذا كان الفطور دسم لازم يكون سحور خفيف. واي ساعة بتتسحر؟ هلا انا على 2:30 لعبة تقريبا. وبتضلك فايق؟ بضل فايق لحتى يقول الله اكبر بكون بايدي كاسة المي كان الحق حالي. بتسحر يعني على الساعة 11 او 12 صراحة. هذا سحور هذا 10. يعني بدك تحسب انه هذا هو السحور ما برجع بفيق. قبل كنت عصغر كنت افيق يعني اتسحر مع العيلة. بعدين لاحظت لما بعمل هيك صرت اجوع اكثر فصرت انه العشاء هو السحور تبعي. والله بشرب مي منيح كل الوقت من وقت الفطور لغاية ما انام. اهم شيء المي. بس هاي هي. يا جماعة امبارح كتير 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 انبسطت مع شلة فتافيت. عن جد دائما بحب اشوفهم واتعرف على الناس اللي بمجتمعهم. واعطوني افكار صراحة كتير حلوة للسحور اللي بنقدر نحن نطبقها. فمن افكارهم طلعت بفكرتين كتير حلوين ووصفتين تقدروا انتوا تعملوهم وقت السحور. اول فكرة هي سموذي الموز بالبينات باتر اللي دائما بنسى اسمه بالعربي وهي اظن ثالث مرة بصور. بينات باتر الفول السوداني. اوكي. والتاني وصفة هي التورتية الاسبانية. فتعالوا نبلش وارجيكم قدي سهلين تعملوهم لسحوركم. للسموذي حتحتاجوا كوبين من الحليب. انا استخدمت حليب اللوز وبعدين زدت عليهم موزة ونص، معلقة كبيرة من بذور الشيا، معلقة كبيرة من الفول السوداني. بس ان شاء الله ما تتعذبوا زي ما انا عم بتعذب لاحكيها ولا احطها كمان بالاكلة. بتقدروا كمان تضيفوا عليها فانيلا اذا حبيتوا او شوكولاتة او قرفة. كل هذا برجع لكم. بس سكروا عليها واخلطوها لمدة 30 ثانية وبتكون جاهزة. شايفين قديه سهلة؟ حتى كمان بتقدروا تضيفوا عليها فواكه ثانية، يعني مثلا انا بحط مانجا او بحط فراولة او اي اشي تاني. اي اشي جابلكم فيه بتقدروا تحطوه. اهم اشي يشبعكم ويسد عطشكم كمان. يلا للوصفة التانية. للتورتية الاسبانية رح تحتاجوا معلقة زيت زيتون، فص ثوم مهروس، بس تقدروا انتوا تتجنبوا هذا الاشي اذا بتحسوا حيعطشكم، نص بصلة مفرومة، قلوها منيح، وبعدها زيدوا عليهم البطاطا. تقدروا تحطوا مثلا بطاطاية واحدة وتزيدوا عليها إذا بدكم شوي من المي وغطوا عليه لمدة يعني 10 دقائق ربع ساعة ليتحمر ويستوي شوي. لما تقريبا استوى يعني يقولوا 80% بتقدروا تزيدوا عليه أي خضرة بدكم إياها أو أي إشي عندكم إياه بالبراد تبعكم. أنا مثلا كان عندي بقدونس وكرنب أحمر حطيت البهارات عليها، بس انا خليتها كتير سمبل، حطيت ملح وفلفل. اذا حابين تحطوا اي اشي تاني كمان تقدروا تعملوا هيك. ومن بعدها خفقت 3 بيضات وزدت عليه، وطيت النار، حطيته على درجة حرارة متوسطة وغطيت عليه لمدة ربع ساعة لينطبخ كل اشي ويستوي 100%. وهيك جهز التورتية تبعكم.
شايفين قد ايه سهلين وصفاتنا اليوم؟ عن جد عن جد سهلين، واذا مش جعبالكم تعملوهم وقت السحور بتقدروا تجهزوا اي من التنتين قبل بليله. قولوا لي شو رايكم بالافكار اللي اعطيتكم اياهم، وقولوا لي انتم شو بتتسحروا كل يوم، شو الافكار اللي عندكم اياها لاقدر انا كمان اطبقها عندي بالبيت. هلا بدي اخبركم كمان شغله قبل ما نترك اليوم، انه انا كثير متحمسه على برنامجنا الاخير اللي مع فتافيت لرمضان الاسبوع الجاي. ليش؟ لانه اكثر من شخص منكم قالوا لي انكم بدكم تكونوا جزء من الفيديو تبعي، والشيء الثاني الحلو انه واحده من صحباتي حتكون كمان جزء من الفيديو تبعي، وحنطبخ مع بعض طبخات كثير حلوه حنشارككم اياها. فما يفوتكم، بليز اضغطوا على الجرس، وما تنسوا تلحقوني على اليوتيوب على شيف اون ذا بلوك، وعلى انستغرام وفيسبوك الاكونت اسمه شيف او تي بي. بنشوفكم على خير، باي.